تخلعت الأبواب وتصدعت الجدران ومات أبرياء كثر، وخبز الصباح تحول إلى مأدبة موت سريع. احنا قاعدين ساعة بالسبعة، سبعة ونص، منشوف إلا الدنيا اشتعلت جوانا، البيت صار من فوق الفوق، صار الجو صار فوقنا. مثلما نبتت هذه الزجاجة المتشضية من عصف انفجار الكرادة صباح أمس، نبت زجاج آخر في أجساد الأبرياء، بينهم من مات وبينهم من رقد في المستشفيات. ونور التي سكنت في الطابق الأول من هذه العمارة روت قصة أمها الأرملة. المحل كله متكسر مالتنا، والبيت كله تكسر علينا، يعني ما يصير هاي الحالة هيجي. والله ما يصير، أنا تأذيت على بنية شابة، ليش يجي إيديا؟ ليش يجي رجلي؟ كلها رجلي تكسرت. المحل مالتنا، إي هم والدتي تقعد من الصباح لليل، على هذا المحل عيشتنا. كان اليوم كتاب الله يتلى، وكأن الآية تدين ما حصل من فجعة أمس، لكن ممتهني القتل صمت آذانهم عنها تماما، ومشهد الدمار الواسع هنا يروي أبلغ من غيره، والأسئلة المريرة لم تفارق ألسنة من لم يفيقوا من الدهشة والذعر بعد. صار جام من كل جهة، عدا العياط والصياح، بس أريد أسألكم، يعني الله يرضاها من فوق؟ ترى الله ما راضيها، بس هم راضيها علينا. زين عندنا احنا، اني دا اقول لكم يعني من نوع اني اللي تضررت ماديا، بس الحمد لله ولدي طلعوا سلامات، غير ناس ترى تضررت وشققت وجوهها. بقايا دم من امس موجع ترك اثاره في وجوه الاطفال، وحشيه تحصد الابرياء على الدوام. الفنانه سناء عبد الرحمن رات بام عينها كيف انهال عليهم موت صباحي، خرجت منه هي وأبناؤها وزوجها الفنان جلال كامل أحياء، لكن تملأهم الحسرة. أنا البارحة بالأمين نايمة، ابني بزيونة نايم، رجلي بالمستشفى، ليش؟ ليش جاوبني ليش؟ ليش؟ ما احنا قضينا عمرنا قاعدين بإيجارات ولميناها وسوينا هالبيت هذا. ليش؟ ليش؟ أم نور الأرملة التي رفضت تصوير الكاميرا امرأة تعيش على محل في ذات البيت الذي تسكنه في العمارة، قضى على محلها الانفجار، وعليها أن تنتظر عودة ابنها الراقد بحالته الخطرة في المستشفى، وعليها أيضا أن تلمم أوجاعها مثلما لملمت الزجاجة المتناثرة إثر الانفجار الذي شوه المكانة وشوه وجه جارتها بالكامل. صابرين كاظم، الحرة، بغداد.